بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وكبرى شركات الإنتاج. عقد الاجتماع التأسيسي لاتحاد منتجي مصر كخطوة مهمة لتنظيم وتطوير صناعة الفن. تأسيس هذا الاتحاد جاء في إطار التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفني المصرية، وحرصاً على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية واستمراراً لتطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر في جميع أنحاء الوطن العربي. للمزيد بتنضم إلينا هاتفياً المنتجة الأستاذة مها سليم. أهلاً بيك يا فندم. أهلا وسهلا يا دكتور، إزاي حضرتك؟ يا أهلا وسهلا بيكي. والحقيقة أنه تأسيس هذا الاتحاد يعني خطوة جت ناس كتيرة جدا تنفست الصعداء بعدما يعني سمعوا عن تأسيس هذا الاتحاد وقالوا أنه حقيقي ده كان وقتها ودي خطوة مهمة جدا. حضرتك طبعا كمنتجة كبيرة ومهمومة بالفن المصري عموما، شفتي الخطوة دي إزاي؟ بصي، هي خطوة إيجابية جدا طال انتظارها. كلنا قعدنا قبل كده على ترابيزة اجتماعات واحدة بس الحقيقة ما اتفقناش. الشركة المتحدة المرة دي الحقيقة كانت دعوتها لينا دعوة مشرفة جدا، لأن احنا قعدنا كلنا وتكاتفنا انه الصناعة دي صناعة مهمة. حيك عارفة ان الانتاج المصري لأقوى الانتاجات الموجودة في الوطن العربي، طبعا أقواهم على الإطلاق تقريبا. واحنا لهجتنا بتساعدنا ان احنا ندخل لكل بيت في الوطن العربي. خف الدم الدراما المصرية بتدخل كل بيت في الوطن العربي. فإحنا الحقيقة الفترة اللي فاتت كنا محتاجين اجتماع زي ده واتفاق زي ده، ان احنا كلنا لازم ننهض بالصناعة وننتج عدد اعمال اكتر بمستوى احسن بكواليتي انتاج مرتفعة، ونفتح بيوت اكتر للناس، فرص عمل شغل اكتر. بس كمان لازم نقنن الاجور المرتفعة، ولازم نقنن المصاريف العالية بوضع ان الدنيا كلها الوقت بقى فيها شوية مشاكل مادية، فلازم كلنا نتعاون. فالحقيقة الاجتماع ده كان مفيد جدا، والشركة المتحدة الحقيقة عرفت تخلينا نقعد كلنا يبقى قلبنا قلب رجل واحد زي ما بيقولوا، ووصلنا لاتفاقات كويسة جدا هتفتح ان شاء الله مجال اوسع لكواليتي انتاج احسن، والعدد انتاجات اكبر بكتير مكان موجود. الشركات اللي موجوده واللي الاتحاد اتاسس بيها يا استاذه مها، هل هتفضل زي ما هي ولا ممكن في المستقبل شركات جديده حتى لو صغيره ولسه بتبدا مشوارها ممكن تنضم ليها؟ والله يا دكتور احنا مش مستقبلا، احنا من دلوقتي. يعني احنا قعدنا اول اجتماع وتاني اجتماع على طول الاساتذه القائمين على الشركه المتحده قالوا لنا ان ابتدوا يتلقوا عدد من المكالمات من شركات انتاج كتير موجوده وصغيره وقد يكون لسه بتنشا، مهتمين ينضموا لنا من دلوقتي. فدي حاجه بتفرح جدا، ان احنا كل ما هنزيد كل ما هيبقى كلنا قلبنا على قلب بعض نقدر نعمل حاجه احسن. ففعليا يعني الاسماء اللي نزلت في البيان الاول هينضم لها الفتره الجايه، هتلاقي اسماء شركات اكثر خلال الاسبوع الجاي بتزيد علينا ان شاء الله باذن الله. اخيرا يا استاذه مها، وبعتذر طبعا، كنت احب والله يكون مع حضرتك اكتر وفي عندنا اسئله كتيره جدا بس ضيق الوقت، لكن نقطه مهمه جدا، الاعمال الدراميه المصريه حضرتك ذكرتي طبعا لهجتنا، خفه الدم المصري، طريقه التناول، يعني مصر هي يعني اساس بلد الفن العربي، يعني شاء من شاء وابى من ابى. فكرة أنه الأعمال الدرامية دي وهي بالفعل في السنوات الأخيرة بدأت في تطور، وحتى شكل الدراما نفسه في تطور كتير ودخلنا فيه التكنولوجيا وعناصر كتيرة جدا، لكن الاتحاد ده والتأسيس ده وفكرة الجلوس على مائدة واحدة زي ما حضرتك ذكرتي، ده ممكن يضيف قد إيه قيمة أكتر أو فاليو أكتر للأعمال الدرامية المقبلة بإذن الله؟ إن شاء الله. بص هقول لحضرتك حاجة، هي أول حاجة هتخلينا كلنا عارفين نقعد نتكلم مع بعض، إنه على سبيل المثال انا بعمل عمل كوميدي، احنا شريحة الاعمال الكوميديه موجوده بالشكل الفلاني، لكن في موضوعات ثانيه محتاجين نتناولها زي مثلا موضوعات التحرش، موضوعات المراه زي ما حصل في مسلسل منى زكي السنه اللي فاتت اللي بتخص المراه. الحاجات هنقدر كلنا مع بعض نفكر ايه اللي احنا محتاجين اكتر نطرحه للجمهور، لانه ساعات لما بكون انا بفكر لوحدي بفكر في نوعيه واحده من الدراما ما بفكرش في حاجات ثانيه كتير. فانا اعتقد ان الاجتماعات دي بتخلينا نفكر بشكل اوسع، وقد ونقدر نشارك مع بعض في اعمال، فنعمل اعمال اكبر ما كل شركه بتعمل لوحدها. يعني طبعا لو احنا شركتين ثلاثه تعاونوا في عمل كبير ببادجت كبيره نقدر نقدم عمل واحد اكبر ما كل شركه تقدم عمل لوحدها. فانا حاسه ان ده هيضيف جدا للمنظومه. انا بقول لك يعني ان شاء الله هيفتح مجال اكتر
لبيوت اكتر، لناس اكتر، لعماله اكتر ان شاء الله. هنقدر نتناول الموضوع اكتر. والحقيقه كمان ان احنا لما قعدنا لقينا انه احنا كان عندنا تخوفات كشركات انتاج من ان احنا الموضوع الكذا ما نقدرش نتناوله، لان ده لا مش مطروح. احنا عندنا حريه راي، مطلوب مننا ان احنا نقول راينا، مطلوب مننا نطرح كل المشاكل الموجوده، بس نتناولها ازاي ونطرح المشكله ونقول لها حلول. صحيح. لان المشاهد اللي قاعد في البيت هو محتاج ما نقعدش نحط ضغوط واعباء على كتفه من غير ما نقول له ان في حلول، لان الحقيقه كل حاجه ليها حل. فده كان من ضمن الحاجات اللي كلنا قمنا سعده بيها، ان احنا لازم عندنا حريه راي، لازم نكون بنطرح كل مشاكلنا الموجوده ونقول حلولنا ايه، او نشوف ازاي ممكن نفكر في حل مستقبلي. فانا سعيده جدا 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 باللي حصل، وبشكر الشركه المتحده جدا ان هي طرحت لنا الفرصه دي وساعدتنا ان احنا نتكاتف. وانا شايفه انه يعني 100% من الناس اللي ساده الحضور، الشركات الكبيره، المنتجين المحترمين، عندهم كل الاهتمام والدعم ان شاء الله، ان شاء الله للاتحاد ده باذن الله. وأنا سعيدة جدا بحضرتك، وسعيدة بسعادة حضرتك وبسعادة حضراتكم في الدراما والفن المصري والقائمين على المنظومة دي، لأنه مصر بحق يعني كان صعب قوي أنه ما تبقاش مصر طول الوقت في الصدارة فيما يتعلق بالفن المصري. حضرتك ذكرتي نقاط مهمة جدا، أنه لا، هي مش فكرة نتناول إيه وما نتناولش إيه، بس هي نتناول إيه إزاي بما يخدم المجتمع المصري ويرقى بنا إلى الأمام، وأي مشكلة نحاول على الأقل نضع لها حلول ونقدم الدراما. وفكرة التكاتف اللي حضرتك كمان اتكلمتي عنه ده، يعني إن شاء الله بيدينا كده بادرة أمل جميلة إنه مع التطور اللي حصل في السنوات الماضية في الدراما المصرية كمان يبقى فيه تطور أكتر. كل التوفيق لحضراتكم. المنتجة الأستاذة مها سليم، شكرا يا فندم لوجود حضرتك معنا، وحقيقي شكرا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لأنه هذا الاتحاد زي ما بقول لحضراتكم كده، يعني ناس كتير قالت يعني حقيقي جاي في وقته تأسيس هذا الاتحاد، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع.